عن سلاح روسي قديم متجدد قد يكون وسيلة لروسيا في محاولتها صد الهجوم الأوكراني المضاد بحسب تقرير لصحيفة تيليغراف البريطانية. الحديث هنا عن القنابل الانزلاقية أو المجنحة التي نراها، التي بإمكانها أن تعطي روسيا أفضلية نسبية في المعارك المقبلة، فكيف ربما هذه الميزة لروسيا؟ القنابل تحلق على ارتفاعات منخفضة نسبيا، ما يبعدها عن خطر بعض الدفاعات الجوية التي يتحكم فيها الرادار، كما أنها تتمتع بقدرة تدمير كبيرة. أيضا هذه القنابل صغيرة الحجم، أرخص أيضا مقارنة بالصواريخ الباليستية. إنها قنابل موجهة وخفيفة الوزن نسبيا وفي حدود الطن والنصف. كما ذكرنا السلاح ليس جديدا، وأعلن عنه الجيش الروسي عام 1994. القنابل الانزلاقية الروسية مشاهدين هي مصممة أيضا بشكل يمنحها إمكانية اختراق الأهداف ذات التحصين والحماية العالية. أما مدى هذه القنابل في المتوسط فيصل إلى 40 كيلومترا بعد إطلاقها عبر الطائرات المقاتلة. وفق خبراء، أوكرانيا بإمكانها صد الهجمات باستخدام وحدات صواريخ سام أو منظومة باتريوت، إلا أن مواجهة صواريخ غالية الثمن، صواريخ رخيصة ومعدلة، قد يكون جزءا من الهدف الروسي لاستنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.